صومة، أثناء حواري أنا وحضرتك كنت قد انتقدت بشدة الرئيس بايدن إلى الحد الذي قلت لم يكن لنا رئيس. تقرأ في المؤشرات، تقرأ في المعطيات، تقرأ في النتائج، البعض يقول أن بايدن قد فقد فرصة استثمار التطبيع بين إسرائيل والسعودية كورقة انتخابية كان يعول عليها، وبالتالي الآن يلعب بأوراق انتخابية جديدة منها السفيرة الأمريكية الجديدة في العراق لعلها تنجح. اقتربنا من التوصيف، هل فعلا هذا هو الذي يجري أو هكذا تجري هي الأمور؟ الأمور في الوقت الحاضر تجري من قبل رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على أساس الانتخابات القادمة في 5 نوفمبر. كل قرار يتخذه بايدن في الوقت الحاضر هو قرار يتعلق مباشرة بالانتخابات الأمريكية، بغض النظر عما يقوله في بوسائل الإعلام إن كان هو أو الناطقة باسم البيت الأبيض. كل مسألة انتخابية بحت يقوم بها الرئيس. الرئيس الأمريكي لا يريد أن يخسر قاعدته الشعبية وهي القاعدة العربية والإسلامية، لأنه بأصواتهم فاز بالانتخابات الماضية، كما تعلم فاز بأصوات قليلة، ربما أصوات هؤلاء هي التي بسببها فاز، لذلك لا يريد إبعادهم عن المجال السياسي. أريد أن أعود إلى مسألة القانون الطوارئ. قانون الطوارئ الذي مدد مؤخرا من قبل بايدن يقول أن العقبات التي تعترض إعادة الإعمار المنظم في العراق واستعادة السلام وحفظ الأمن فيه وتطوير مؤسساته السياسية والإدارية والاقتصادية لا تزال تمثل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية، ولذلك يجب استمرار حالة الطوارئ المعلنة. بالنسبة للعراق، العراق في وضع لا يحسد عليه، لأنه العراق هناك تدخل سافر كبير من قبل إيران في الشؤون العراقية. إيران تستعمل العراق كقاعدة لها لإخراج القوات الأمريكية، ليس فقط من العراق ولكن من كافة دول الشرق الأوسط. هذه سياسة إيران. إيران تريد إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط. لدينا 35,000 جندي في المنطقة تريد إخراجهم. لماذا تريد ذلك؟ لأن إيران تريد الهيمنة الكاملة، وأعني الكاملة تشمل كافة الدول العربية وبصورة خاصة دول الخليج العربي، الهيمنة على آبار النفط والطاقة وكل ما ذلك، بمعنى تريد عودة الأمبراطورية الفارسية التي درسناها ما قبل الميلاد، والأمبراطورية الفارسية الثانية من بعد الميلاد.